كان معاها أهلها لأن هم كانوا خارجين بعد العملية، فأهلها كانوا موجودين وكان طاقم التمريض اللي بينقلها كان موجود. لنقل المريضة بعد إجراء تدخل جراحي في المفصل، المصعد اتحرك وبالتالي أدى إلى أنه جزء من جسد المريضة حشر في المصعد وتوفيت إلى رحمة الله تعالى. هل ده بسبب خطأ بشري؟ هل ده بسبب خطأ في الصيانة؟ في لجنة كلفها الدكتور خالد عبد الغفار لنائب الوزير بتقوم الآن في المستشفى بفحص كل الملابسات ورفع تقرير للسيد الوزير خلال 24 ساعة، بالإضافة طبعا إلى أن جهات التحقيق القضائية والنيابة الآن ونحن نتحدث تتولى التحقيق من الناحية الجنائية في هذه المسألة.